عن حزمة عقوبات أمريكية جديدة على النظام الإيراني وكيف سيكون أثرها في ظل الحراك الشعبي والتدهور الاقتصادي الذي تعيشه إيران. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن مد حظر السلاح المفروض على إيران، هناك أيضا حديث عن حزمة من العقوبات الأمريكية على النظام الملالي. لو بدأنا بموقف النظام الإيراني من هذه العقوبات، كيف يمكن فهم الموقف الرسمي الإيراني من هذه العقوبات؟ كيف يتم تفسيرها للشعب من قبل النظام الإيراني؟ في البداية تحياتي لحضرتك وسادة المشاهدين الكرام. طبعا النظام الإيراني يحاول أن يستر بمناصريه، وهو لا يهمه مواقف الشعب الإيراني منذ اليوم الأول، ويراهن على ما تسميه إيران بمحور المقاومة في داخل إيران أو خارجها. وتقول لهم صراحة بأن هذا ما يحصل هو كلفة ما تسميه إيران مقاومة ومقارعة الاستكبار والتمدد باتجاه شرق بحر الأبيض المتوسط، أي إحياء ما تسميه إيران بالإمبراطورية الفارسية. فهو خطاب مزدوج لديه عدة يعني لهجات تخاطب شرائح من الشعب الإيراني، لكن اليوم تم التضييق على الاقتصاد المواطن بسبب سوء إدارة البلاد والعقوبات التي فرضت على المشروع الإيراني، والآن المواطن يرى أنه يدفع كلفة السياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة. والتي باتت تنعكس على حياته اليومية، وهناك تقديرات تتحدث عن احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة في إيران أواخر الصيف بداية الخريف القادم من قبل النقابات وكذلك النشطاء في داخل إيران. أستاذ محمد، مشروع القرار القاضي بحظر السلاح على إيران أيضا هو منظور في مجلس الأمن، هذه المرة مدعوم بتأييد فرنسا وألمانيا وبريطانيا. إذا ما تحدثنا عن فرنسا فإنها كانت تؤوي الخميني وعاد إلى إيران عام 1979، كيف يمكن فهم هذا التحول الأوروبي خاصة من فرنسا تجاه إيران؟ يعني الموقف الأوروبي منذ زمن طويل يراهن على الإسلام السياسي بشكل عام، وخاصة ما تسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتحاول أوروبا إضعاف العرب من خلال التمدد والتوسع الإيراني وعذر إيران في المنطقة. لكنه بعد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة ترامب الجديدة التي تريد تقويض إيران عكس سياسة أوباما التي أطلقت يد إيران بحجة اتفاق النووي في المنطقة، نرى أن أوروبا لا ترى فائدة من الاستثمار في إيران وأذرعها في المنطقة. ونرى لأول مرة ألمانيا بصفتها أكبر راعي للمنظمات والمجاميع التي تدعمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضعت جماعة حزب الله على لائحة الإرهاب، وبدأت بإغلاق مكاتب حزب الله والمساجد والحسينيات المحسوبة على حزب الله اللبناني داخل ألمانيا. طبعا سبق ألمانيا الولايات المتحدة وبريطانيا، واليوم نرى أن فرنسا كذلك لا ترى بعد فائدة من الاستثمار في المشروع الإيراني للحصول على امتيازات هنا وهناك. طيب أستاذ محمد، بدقيقة لو سمحتم، هل سيعتمد النظام في طهران على حدائقه الخلفية وذلك لكي يهرب من العقوبات الأمريكية؟ الحدائق الخلفية أقصد بها العراق. يعني حتى الآن الولايات المتحدة أغلقت جميع هذه، أو خلنا نقول 90% من هذه الحدائق، وجاء ذلك على لسان وزير النفط الإيراني بيجن ناودار زنجنة الذي قال أن خباثة أمريكا هذه المرة أضعاف مضاعفة في فرض العقوبات، ولم نستطع من بيع النفط،
والإحصائيات تؤكد ذلك. اليوم إيران لا تبيع النفط إلا يعني أقل من 250 ألف برميل يوميا من خلال التهريب هنا وهناك. نعم. والعملية السياسية في العراق هي لا تستطيع أن تساعد إيران لأنه هي تحت ضغط هائل حاليا. من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.